غيلان الشعلالي لعبد الرؤوف بالغيث يرجع للشعلالي، الشعلالي التمرير داخل المنطقة للمرزوقي يحاول المراوغة والانزلاقية ناجحة من سامي الهمامي وترجع الكرة من عزيز القاسمي في اتجاه ياسين المخالفة، يعلن المخالفة ضد مدافع الترجي الرياضي التونسي. بعد هذه العملية أمير لوسيف يعلن مخالفة تقريبا في الدائرة المركزية للميدان، يبقى على أرضية الميدان ياسين الشماخي في توقيت 63 دقيقة. هذه العملية هذه المتابعة من بدران، فما المخالفة على ياسين الشماخي وهذه عملية أخرى والإعادة للمرزوقي والانزلاقية من سامي الهمامي دون أن يرتكب الخطأ، يخرج كرة يخذ عزيز القاسمي ويبعد الخطر عن منطقة النادي الإفريقي. تنفيذ المخالفة لسامي الهمامي عاد للتشكيلة وعاد بأداء مقنع إلى حد الآن سامي الهمامي، ترجع من حمدي النجاز، تبقى الكرة للنادي الإفريقي من آدم الطاوس، الكرة لدفاع الترجي رويدا تخرج ضربة مرمى لفاروق بن مصفى، فاروق بن مصفى باش يرجع الكرة قريب له بدران، والتغيير الأول في تشكيلة النادي الإفريقي، الرقم 20 منتصر بعزيز باش ياخذ مكانه في تشكيلة النادي الإفريقي مكان الرقم 21 آدم الطاوس. خروج آدم الطاوس، تعب آدم الطاوس في الشوط الثاني كان متألقا في الشوط الأول، ودخول منتصر بعزيز الإفريقي يبحث عن الانتصار أيضا في هذه المباراة. تغيير أول للطفي الرويسي بعد زوز تغييرات لمعين الشعبيني وكرة لحمد النكاز، يرجع لغيلان الشعليلي اللاعب البديل توصل لإلياس الشتي، تغيير كرة من اليمين إلى اليسار لعبد الرؤوف بالغيث، محمد علي بن رمضان بالغيث يبحث عن الحلول ويستغيث بالغيث في خط وسط ميدان الترجي يبحث عن الحلول، طارة التمرير على اليمين طورا على اليسار، وهذا محمد علي بن رمضان يحب يفتح الزاوية من أجل التسديد، توصل لبلغيث التوزيع دخل المنطقة وعاطف تخيلي لم يحسن الخروج، ترجع وتبقى للمرزوقي ثم الياس الشتي على مستوى القائم الثاني بالرأس من نسيم بن خليفة، تقريبا هذه ثالثة ورابعة فرصة يضيعها بديل طه ياسين الخنيسي، التسديدة بالرأس بعد خروج أول خاطئ من عاطف التخيلي تكتمل الهجمة، إعادة التوزيع على مستوى القائم الثاني يسدد، هذه إعادة شكرا توفيق العليمي، هذه إعادة كرة ياخذها المرزوقي، يمرر المرزوقي للياس الشتي التوزيع وبالرأس فوق المدافع يصعد نسيم بن خليفة ولكنه يخطئ المرمى ضربة مرمى للإفريقي، ترجع دون خطأ يقول أمير لوسيف، التوزيع والتدخل بالرأس من رودريكو سي ملقى على أرضية الميدان، ما يخرجوش الكرة من لاعبية الترجي وتبقى ليس الشتي يلعب مع بلغيث، توصل لي بدران لمحمد علي بن رمضان يخرج الكرة من لاعبية الترجي، باهية في آخر اللحظات إخراج الكرة، وخليل شمام مع بلغيث أكيد في رد فعل استفزازي بين اللاعبين أنهم لاعبية الترجي كان بإمكانهم إخراج الكرة وقت اللي الملاعبي ملقى على أرضية الميدان ممكن تكون حالته الصحية حرجة خطيرة، به التوقي به الحذر، هذاك علاش تغشوا ملاعبية النادي الإفريقي، حبوا تكمل سلامات روح رياضية بين الملاعبية موجودة على أرضية الميدان، ديربي نظيف نريده هذا الموسم بين الإفريقي والترجي، وهذه إعادة للعملية وسام بن يحيى يسقط على أرضية الميدان، صحيح السقوط خايب وسام بن يحيى بعد تدخل بالرأس من بدران، وكان لزاما على ملعبية الترجي إخراج الكرة، ذاك علاش أحمد خليل إلى حد الآن فما التهدئة بين ملعبية وروح رياضية بين بلغيث وأحمد خليل، تحدثنا على العدد 14 قلنا حجب من أقمصة النادي الإفريقي بعد وفاة الأسعد الورتيني 4 جان في 2013، 8 سنين ويعود هذا الإفريقي ويتقمصه لاعب ابن القيروان كما هو الشأن للمرحوم الأسعد الورتيني، يشغل نفس الخطة كلاعب ارتكاز وهو أحمد خليل بعد ما وافقت أرملة اللاعب السيدة مريم المحيرسي على منح هذا العدد، كان تكريم وأنه حجب هذا العدد من أقمصة النادي الإفريقي، ولكن الكل تجمع
من أجل مؤازرة الإفريقي في هذه الوضعية الصعبة، وتجند قبل الديربي العاصمي ضد الترجي. كرة ترجع للترجي للشعلالي، التوزيع والإزدواجية خاطئة من نسيم بن خليفة، والإزدواجية من أنيسة البدري. أنيسة البدري ظلمت نسيم بن خليفة، أنيسة البدري أكيد تنقص المباريات هذه التوزيعة. أنيسة البدري حاول الإزدواجية بلمسة خفيفة تخرج الكرة ضربة مرمى للنادي الإفريقي. وضربة المرمى بعد كرة ما أخذهاش أنيسة البدري، ضربة المرمى في تنفيذها عاطف الدخيري وعودة وسام يحيى، ممكن الملاعب أكثر خوض ضربيات في التشكيلة الأساسية للنادي الإفريقي. قاد الإفريقي يعود إلى أرضية الميدان، والتماس لعزيز القاسمي، التماس لصالح النادي الإفريقي، وتوصيات لطفي الرويسي للشاب عزيز القاسمي اللي يخوض أول ديربي ليه في مشواره الكروي. عزيز القاسمي اللي عرفناه مع منتخب الأواس، منتخب مير الكنزاري اللي تأهل لكان موريتانيا 21-20. محمد علي بن رمضان يبحث عن بدران، يعطيه التمريرة، كرة للياس الشتي، الشتي عودة لمحمد علي بن رمضان، استلام الكرة من غيلان الشعلالي، قاد الترجي كالعادة البحث على حمد النجاز. غيلان الشعلالي عنده الكرة، غيلان الكرة لعبد الرؤوف بن غيث، يتواصل استحواذ الترجي وتكتل النادي الإفريقي. هذه الصورة اللي شاهدناها منذ بداية المواجهة، منذ بداية الدربي، تصويبة من غيلان يأخذ الكرة الثانية، عبد الرؤوف بن غيث، نسيم بن خليفة، نسيم بن خليفة يتدخل الدفاع وضربة مخالف، يتدخل أيضا أمير لوسيف حكم المباراة، أمير لوسيف بعد التوزيع في اتجاه نسيم بن خليفة، كرة اللي تصدلها بالرأس غازي عبد الرزاق، وتدخل أمير لوسيف لمنح المخالفة لمدافع على النادي الإفريقي. أمير لوسيف اللي قلنا يدير ثاني ديربي ليه في ظرف وجيز بعد مباراة إياب الموسم الفارط، ونذكر بأنه أكثر حكم تونسي أدار ديربيات هو الحكم السابق فتحي بوستة اللي أدار 6 ديربيات بالتمام والكمال. هذه كرة في محور الدفاع، بدران البدري، البدري بن رمضان، بن رمضان والتماس، التماس لصالح النادي الإفريقي. مباراة محترمة جدا للنادي الإفريقي اللي يلعب بنقص عددي، وإلى حد الآن الإفريقي الند للند مع الترجي، لأنه كي تشوف الوضعية، وضعية الترتيب، الترجي متصدر ب 22 نقطة، الإفريقي مرتبة 13 ب 7 نقاط، الإفريقي بتقريبا 5 هزائم إلى حد الآن في البطولة. ولكن والترجي بانتدابات وتعزيزات بين الفترتين الصيفية والشتوية، والإفريقي دون انتدابات أكيد تتغير المعطيات. بالضبط، الإفريقي دون تأهيل المنتدبين، التعويل بالأساس على أبناء النادي من الشبان، يلعب في مباراة محترمة جدا أمام الترجي بملاعبية عندهم الخبرة، بملاعبية فنية عندهم إمكانات كبيرة. هذه كرة لنسيم بن خليفة، ممكن ترجي اللي في مباراة اليوم ينقصوا الهداف، الملاعب ينجم يحط الكرة في الشباك في ظل مغادرة طه ياسين الخنيسي بسبب الإصابة. نعرف نسيم بن خليفة صحيح ينجم يلعب مهاجم، ولكن مهاجم رواق بالأساس. كرة لعبد الرؤوف بن غيث، الترجي يواصل الضغط، الياس الشتي، الشتي إلى محمد علي بن رمضان يبحث عن الحل بن رمضان، لكن تدخل وسام يحيى بخبرة السنوات الطويلة يعود لقطع كرة في دفاع فريقه.